سألت شو تعديلات الاي اكس اللي بستخدمه في اللعب. كثير ناس بفضلوا سنايبرات تانية على الاي اكس، الا انه الاي اكس اذا تعلمت عليه وصرت تعرف تصيب فيه راح تستمتع فيه كسنايبر، خاصة المسافات البعيدة، لانه السكوب اللي موجود عليه بالاصل هو سكوب منيح. تعديلات الـ AX هي Muzzle Monolithic Suppressor, Barrel 32 Factory Barrel, Laser Attack Laser, Toxin Guard Arms Marksman, Rear Grip Granulated Grip Tape. ما تنسوا دعمكم بلايك وفولو.